إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. أبنائي بناتي، إن حب الوطن من الإيمان، وعلينا دائما أن نحرص على الحفاظ على ممتلكات أوطاننا والقيام على رفعتها ونهضتها بإذن الله سبحانه وتعالى. هيا بنا نعرف كيف نثبت حبنا لوطننا ونكون عوامل بناء في وطننا، وذلك من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون الزائر بكلية الحقوق جامعة حلوان. الأستاذ الدكتور، حب الأوطان من الإيمان، نريد من سيادتكم أن تحدثنا وتحدث الأبناء والبنات طلائع الإيمان عن حب الوطن كقيمة إسلامية إنسانية رفيعة، وكيف نكون عوامل بناء دائما لأوطاننا بإذن الله تعالى. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه والتابعين. حب الوطن قيمة دينية قبل أن تكون قيمة مجتمعية وأخلاقية. الإسلام هو عبارة عن مجموعة من قيم الفطرة، وده سبب انتشار الإسلام، وده سبب استقرار الإسلام، وده سبب بقاء الإسلام إلى يوم الدين. أهم القيم اللي دعانا إليها الإسلام واللي بيغرسها فيها الإسلام حب الوطن. حب الوطن مش كلمة، حب الوطن معنى عميق وأبعد عمقا عما تحتمل هذه الكلمة من معنى ظاهر. حب الوطن انتماء لهذا الوطن. الانتماء هو أحد أهم القيم الأخلاقية التي يدعو إليها ديننا الحنيف. الانتماء يعني إن أنا أبقى حريص على وطني، حريص على رفعته. عشان أبقى حريص على وطني وحريص على رفعته لازم أكون حريص على نفسي. البداية تكون من النفس. لازم أبقى حريص على الارتقاء بقيمي، بمعاملاتي، حريص على المحافظة على نفسي، حريص على الإتقان في عملي، حريص على المال العام. الحرص على المال العام هو أمانة هيحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى. حرصي على المال العام لازم يكون بذات درجة حرصي على مالي الخاص. البعض ربما يعتبر المال العام مشاع مباح للتصرف فيه دون ضابط أو رابط. هذا يا أبنائي هذا غير صحيح، وستحاسب أمام المولى عز وجل عن كل إساءة للمال العام أو إساءة لاستخدام المال العام. أيضا تعاملك مع المجتمع، مع مفردات المجتمع، حرصك على نظافة الشارع بتاعك، حفاظك على البيئة. هو أنت مش بتحافظ على بيئة ملك الغير، هي بتحافظ على بيئة
ملكك انت هتعود عليك بالنفع. بالنفع ازاي؟ ان مش هتنتشر الامراض. يعني كان احنا بنشوف هنا في مجتمعاتنا اول ما الدنيا شوية الجو يبدأ يبرد او الدنيا تبدأ تسقع شوية تنتشر امراض الانفلونزا وغيرها. البيئة النظيفة ليست مسؤولية الحكومة قد ما هي مسؤولية مجتمعية، مسؤولية افراد المجتمع، انك انت تحافظ على نظافة البيئة. ده جزء او مفرد هام من مفردات انتمائك للمجتمع وانتمائك لهذه البيئة. اذا اعتبرت ان هذه البيئة هي ملك لك بنفس الدرجة اللي بيملكها الاخرين، انت هتحافظ عليها وهتكون حريص على الحفاظ عليها. كذلك الحال انتمائك لوطنك يقتضي انك انت لا تستمع الى الشائعات المغرضة. ودي مشكلتنا في بعض المجتمعات دلوقتي، انتشار الشائعات، وخصوصا ان عدم الترابط اللي موجود في بعض الأسر وعدم الترابط المجتمعي وانتشار ثقافات الاختلاف وتحويل الخلافات اللي في الآراء الى اختلاف وتنازع وتناحر، افقد البعض قيم الانتماء، وبالتالي انعكس على المواطنة والإحساس بالمواطنة. مفروض انت ما تستمعش للشائعات، ما تستمعش للأقوال المغرضة، ما تستمعش إلا إلى دينك أو إلى من هم أهل الفتوى من أهل العلم، وتكون حريص دايما انك انت تكون في لحمة مع كل أفراد المجتمع. إحنا محتاجين في وطننا العربي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة في المرحلة القادمة إن إحنا يكون عندنا لحمة مجتمعية بين طبقات وطوائف المجتمع المختلفة. وهذه اللحمة المجتمعية مش هتيجي إلا ما يكون في انتماء حقيقي، انتماء للمجتمع والأفراد المجتمع، انتماء للوطن. لازم تكون انت منتمي لنفسك اولا، ما انت حبك للوطن هو جزء من حبك لنفسك. لو انت ما انتميتش لوطنك فانت ما بتنتميش لنفسك، فانت مش ما بتحبش وطنك، انت ما بتحبش نفسك. فبالتالي لازم يكون عندك انتماء لنفسك، انتماء لأسرتك اللي هي مجتمعك الصغير، ثم مجتمعك الكبير، ثم مفردات المجتمع المختلفة اللي هي أساسا مخصصة إلى لخدمتك أنت، بتكون بتحافظ عليها بتنتمي ليها. ده اللي هيخليك أنت، هيعود بالإجابة عليك أنت. أنت هتعيش في مجتمع نظيف، هتعيش في مجتمع راقي، هتعيش في مجتمع فيه ترابط ولحمة، فبالتالي هيكون في استقرار نفسي. ده هي كلها حلقة تشابكة الحلقات. ده اللي هيخلي في environment أو في جو مهيئ أنك أنت تقدم في عملك، أنك أنت تبدع، أنك أنت تنجح. النجاح اللي هيعود عليك بشكل مباشر وهيعود على مجتمعك بشكل غير مباشر. كل القيم والفضائل دي أساسها ومرجعيتها الإسلام، أساسها ومرجعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أساسها ومرجعيتها لشريعتنا الغراء. محتاجين إن احنا نرتقي بيها، ومحتاجين إن احنا نعمل إعادة هيكلة وإعادة بناء ليها. تأكدوا إن احنا هنكون أعظم المجتمعات، وإحنا فعلا مؤهلين ان احنا نبقى اعظم مجتمعات، لان احنا عندنا ديننا الاسلامي اللي ربنا ادهولنا عشان هو الوسيلة ان احنا اللي تخلينا كمجتمع اسلامي احنا في الطب او احنا في القمة. فعلينا دائما الحرص على الارتقاء باوطاننا والحفاظ على مقدرات هذا الوطن باذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا دائما الى ما فيه طاعته ورضاه. شكرا للأستاذ الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون الزائر بكلية الحقوق جامعة حلوان. موطني 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 ذا الهبا، موطني 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 ما أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما خير مقتدين لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.